القرآن الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. حنا باش ما نطولوش أي كاين جنازة واحد أخرى ربي يرحمهم كاع واش نقولوا خوتنا الكرام أكون تعرفوا خونا رزقي في الحومة كاع واش قالوا مات رزقي الزواني ولكن مات رزقي الزواني في الحياة وما يدريك رزقي هنا في حياة البرزخ هنا ما كاش زواني هنا كاين اللي جا معاه زاد كما قال رب العالمين اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ويقول الرب عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بعباد. يا خوتنا الموعظة هذه لخونا رزقي ولهذ الجنازة اللي راهي جاية واش نقولوا خوتنا الأعزاز رب العالمين واش يقول في القرآن الكريم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. شوفوا الطرب هذا رب العالمين يقول في القرآن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. واش نقول لخوتي قبل ما يجوا لهذا المكان قبل ما يجوا لهذا البلاصة اللي جعل ياخذنا رزقي ونجت هذه الجنازة كل واحد يحاسب نفسه كل واحد يرجع نفسه كل واحد يوجد الزاد اللي يناسب له في هذا المكان. كاع رانا رايحين لهذا المكان كاع رانا رايحين لهذه البلاصة ولكن الإنسان العبرة بالإيمان العبرة بالتقوى العبرة بالزاد والعبرة باش درت باش تقدم لربي سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام نرفدوا يدينا ندعوا لخونا رزقي نقولوا اللهم اغفر له آمين اللهم ارحمه آمين اللهم بدله دارا خيرا من داره آمين وأهلا خيرا من أهله آمين اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم وسع له في قبره آمين. احنا نقولوا العجوز يماه العجوز كبيرة إن شاء الله ربي يعطي لها الصبر آمين ربي يثبتها آمين لولادها الأولاد والبنات والأهل تاعو العائلة ان شاء الله ربي يخليكم صبر امين ربي يجازيكم على هذه المصيبه امين. احنا خوتنا ربي ينحي الحسد من القلوب امين ربي ينحي الغل من القلوب امين. واش نقولوا خونا رشيد وخونا مجيد راهم يشوفوا فينا في الغربه صح امين. ماشي واعر ولكن خويا رشيد خويا مجيد هذا قضاء الله وقدره ورب العالمين يقول لا تبلونا في اموالكم وانفسكم هذا ابتلاء ولكن ربي يبشركم يقول وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اشهر الدنيا ضيغان الى فامين سيدي روح نثبت بلكم فهمنا لا تعرف او نيتني غيثبت وكيف القضاء الله اكيد يفكر بالدنيا اكيد يفكر بثوثر ثقيل دوني ثقيل ولا شو لا تشاوي ليثس دوني ثقيل ولا شو راهي خلدن كاس الرب العالمين قال الرسول وما جعلنا لاحد منك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت تدن كثر الامور هاو هذا مور هذا هاو رزقي هاو جا هاو جا واحد اخر ولكن ايها الاخوه الكرام راكم شفتوا وين لحقت الحاله ولينا نضربوا على هذه الحياه الفانيه ولينا ما نتهضروش على تا الكروسه على تا شويه تراب والتراب هو اللي ياكلك ولينا ما نتهضروش بيناتنا كان شحال من واحد يجي لهنا ما يهضرش مع خويا يجي يدفن واحد نتقوا الله نتوبوا لرب العالمين وربي يقول يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. وحنا واش نقولوا كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ونختموها وندعوا لخونا وكاع المؤمنين الدنيا دار ابتلاء ومحن ومنزله قلعه وعناء لقد انتزعت من اي جلال قياء الاقوياء فهي الغاويه لمن اطاعها والمغويه لمن استرشدها فطوبى اي نجح فطوبى لعبد اتقى فيها ربه وقدم فيها توبته قبل ان تلفظه اي ترميه قبل ان تلفظه الفانيه الى الباقيه فينادى فيحشر اما الى جنه لا يلقى لنعيمها او الى نار لا ينفذ عذابها.
اللهم إنا نسألك البر والتقوى من العمل ما ترضى. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. آمين. اللهم ارحم لخونا ورزقي وهذه الجنازة اللي راه يقدموا. آمين. اللهم وسع لهم في قبورهم. آمين. اللهم بدلهم ديورا خيرا من ديورهم. آمين. وأهالينا خيرا من أولاهم. آمين. إنا يا خوتنا ربي يهدينا. آمين. ربي يتوب علينا. آمين. ربي يصلح حوالنا. آمين. ربي يبصرنا للخير. آمين. هاد اللي جان كاع الناس اللي تبعوا الجنازة إن شاء الله سعيكم مشكور. آمين. وذنبكم مغفور. آمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. آمين. اللهم شف مرضانا. آمين. ندعي لهذا البلاء. آمين. لهذا الوباء يا رب، يا من رفعت السماء بغير عمد نراها يا رب العالمين. آمين. اللهم ارفع علينا الوباء. آمين. اللهم ارفع علينا الوباء. آمين. جميع اللي مات في هذا المرض خوتنا اخواتنا اللي راهم مدفونين على كاع المسلمين ان شاء الله يحتسبهم رب العالمين درجه الشهداء. امين. اللي راهم مريض في السبيطار في ديور ربي يشافيهم. امين. الشباب تاعنا ربي يهديهم للخير. امين. جميع اللي راهو بعيد عن الطاعه ربي يقربوا ان شاء الله. امين. جميع اللي راهو غالط ربي يغفر له ان شاء الله. امين. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. واسترنا في الدنيا والاخره. امين. وبارك. آمين. الله فيكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. واغفر جميع موتى المسلمين. آمين. امين يا رب العالمين. شكرا شيخ. يعطيك الصحه شيخ. يعطيك الصحه.